عزيزتي المتعلمات، أعزائي المتعلمين، مرحبا بكم في هذه الحصة التعليمية المخصصة لمفهوم الفن، وتحديدا المحور الأول منه ما الفن. مكونات هذه الحصة هي على الشكل الآتي: سنبدأ أولا بتحديد موقع هذه الحصة ضمن المفهوم، ثم نطرح الإشكال، بعد ذلك نستعرض المعارف لتسمح لنا بفهم ومعالجة هذا الإشكال، ثم نقرأ معا ملخصا على شكل فقرات منسجمة يجمع تلك المعارف التي شرحناها، ثم بعد ذلك نتعرف على خطاطة تلخص لنا بشكل بصري مختصر ما هو أساسي في الحصة، ثم نختم بأسئلة تقويم من خلالها تختبرون حسن فهمكم لما تتلقونه في هذه الحصة. إذا نبدأ بتحديد موقع الحصة، قلنا بأن مفهوم الفن يتضمن 3 محاور: ما هو الفن، أو ما الفن وهو موضوع هذه الحصة. يأتي بعد ذلك محور آخر نخصص له حصة أخرى، هو الحكم الجمالي. ثم المحور الثالث هو الفن بين الواقع والمحاكاة. إذا نبدأ بطرح الإشكال. طرح الإشكال أولا سننطلق من وضعية مشكلة لنرى كيف يطرح الإشكال نفسه، لماذا الإشكال أصلا مطروح. بطل هذه الوضعية المشكلة هو النحات الفرنسي ذو الأصل الروماني كوستانتان برانكوزي. برانكوزي هذا نحات وله عدة منحوتات، منها مثلا هذه، ثم هذه، ثم المنحوتة الثالثة وهي بطلة وضعيتنا المشكلة لهذا اليوم. لماذا؟ لأن برانكوزي كان يحملها في حقيبته مسافر إلى الولايات المتحدة، فأوقفه موظف الجمارك طالبا منه أداء ضريبة على هذا الشيء. لاحظوا، نقول هذا الشيء. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى موظف الجمارك عندما بحث في كتيبه وجد أن أقرب فئة ينتمي إليه هذا الشيء هي الأواني المطبخية، فطلب منه أن يؤدي 40% من الضريبة. طبعا احتج برانكوزي، قال: كلا، هذا عمل فني. فاستغرب موظف الجمارك: كيف يكون هذا عمل فني؟ أجابه برانكوزي: هذه منحوتة. فما كان من موظف الجمارك إلا أن أخرج كتيبا مرجعيا آخر فيه تعريف المنحوتة، وهو كالآتي: المنحوتات هي تماثيل تصور شيئا ما في الواقع، وخاصة الجسم الإنساني. إذن هي محاكاة لشيء في الواقع، وذلك إما بتقنية الحفر أو النقش أو السبك بحسب المادة المستخدمة. فما كان من برانكوزي إلا أن دفع تلك الضريبة، ولكنه رفع دعوى في المحكمة. السؤال الذي تردد صداه في قاعة المحكمة كان هو: هل هذا الشيء عمل فني؟ وطبعا السؤال الذي طرح قبل ذلك أو أثناء ذلك هو أيضا: وما العمل الفني؟ ما الفن؟ لن أطلعكم على كيفية دفاع برانكوزي عن قضيته وكيف ربحها، لأن الحجج التي استعملها هي التي سنراها في مع الموقف الأول مع إيمانويل كان. إذا يتضح إذن أن الإشكال هو على نحو الآتي: السؤال الكبير هو ما الفن، وهذا السؤال يؤول إلى السؤال: هل ثمة خاصية أو خصائص ما تميز العمل الفني عن غيره من الموجودات؟ ما الذي يميز العمل الفني عن بقية المصنوعات التي يصنعها الإنسان؟ ما الذي يميز العمل الفني عن الموجودات الطبيعية التي قد يكون فيها مثلا بعض الجمال؟ ما الذي يميز العمل الفني عن عمل بعض الحيوانات، خصوصا تلك الأعمال التي تتميز بالدقة بل إنها أحيانا تكون أعمالا بديعة؟ حسنا، إذن هذا هو الإشكال، سنعالجه من خلال تصورين. التصور الأول هو لإيمانويل كانت، فيلسوف ألماني عاش في القرن 18، وهو يدافع عن تمايز العمل الفني عما عداه من الأشياء. التصور الثاني يتبناه مؤرخ الفن الفرنسي فرانكستاين، وهو يتحدث ليس عن تمايز بل عن تداخل العمل الفني، خصوصا تداخله مع المصنوعات التقنية. حسنا، إذا نبدأ بعد أن موقعنا الحصة وطرحنا الإشكال. إذا الآن وصلنا إلى
المعارف وبالضبط التصور الأول تمايز العمل الفني عما عداه. حسنا، إذن قبل أن نستعرض الحجج التي استعملها كانط لإقناعنا بأن العمل الفني متميز عما عداه، يحسن بنا أن نتعرف على السياق الذي طرحت فيه هذه الإشكالية، إشكالية تمايز العمل الفني. في الواقع الإشكالية لم تطرحها الفلسفة ولكنها أيضا ورثتها من اللغة. بالنسبة إلى اليونان كان عندهم لفظ تقني أو التقنية، كانوا يطلقونها على كل الممارسات البشرية والإجراءات الهادفة إلى تحقيق غاية ما أو صنع شيء ما، كانوا يسمونها تقنية بدون تمييز بين فن وغيره. كذلك في اللغة اللاتينية أرس أطلقت في البداية على كل المهارات والممارسات والمصنوعات الإنسانية، لدرجة أنهم في العصر الحديث بدأوا يقولون فنون جميلة، يعني أضافوا جميلة لتمييز هذه الفنون التي نسميها اليوم فنون عن بقية الصنائع الأخرى. على ذكر الصنائع، فالعرب أيضا مثلا كانوا يسمون تلك المهنة، لا أقول المهنة ولكن الانشغال الذي ينشغل به الشاعر كانوا يسمونه صناعة الشعر، مثل حديثهم عن صناعة السيوف. في العصور الحديثة وقع تمييز، فاحتفظ بكلمة فن للممارسات المنتجة لأعمال استتيقية. الاستتيقة تعني الآن الجماليات، ولكنها في معناها الأصلي تعني ما يعجب ويمتع الحواس سواء كان منظرا طبيعيا أو عملا فنيا، فيما كلمة التقنية أخذت الآن تطلق على المنتوجات ذات الوظيفة الاستعمالية. حسنا، إذن كيف سيعمل كانط على أن يفلسف ويدافع ويسوغ هذا التخصيص الذي تعرض له مفهوم الفن بحيث صار يطلق فقط على ما نسميه اليوم أعمالا فنية؟ حسنا، كانط طبعا ينبغي أن يقول لنا ما الفن؟ لأجل ذلك هو أجاب عن سؤال آخر، سنرى لماذا، وهو ما الجميل؟ لماذا؟ لأنه يبتسي إلى كانط، الفن هو عالم الجميل، ليس حتى عالم الجمال، عالم الجميل. والجميل عند كانط هو حكم نصدره على الأشياء ويصدر عن شعور، وهو ليس صفة موضوعية في الشيء. إذن الجميل هو شعور لدى الذات المدركة وليس صفة في الموضوع المدرك. لهذا هو عرف الفن بأنه تصوير جميل لشيء وليس تصوير لشيء جميل، يعني الجمال هو في التصوير، في طريقة تصويره وليس في الشيء. الشعور بالجميل عند كانط باختصار شديد هو إشباع ومتعة حرة منزهة عن الغرض. حسنا، يبدو هذا معقدا ولكن سيتضح الآن عندما نقارن بين الجميل والممتع والحسن. مثال الممتع مثلا هو طبق فواكه، مثال الحسن مثلا هو فعل يقوم به شخص ما لإنقاذ أرواح بشر، نقول عمل أو فعل حسن. الجميل مثلا هو لوحة تمثل طبق الفواكه الذي تحدثنا عنه في البداية. حسنا، يقول كانط الجميل هو ما يمتعنا، الحسن هو ما نقدره ونحترمه، الجميل هو ما يعجبنا. ما معنى ذلك؟ الممتع عند كانط يخاطبنا ككائنات حاسة، أي كائنات لها حواس. إذا الممتع يخاطب حواسنا، يخاطب شهواتنا، يخاطب ميولنا. الحسن يخاطبنا بوصفنا كائنات عاقلة قادرة على أن نحكم على الأشياء وفق معايير، بينما الجميل أو ما يعجبنا يخاطبنا بوصفنا كائنات حاسة وعاقلة في نفس الوقت. كائنات حاسة لأن من لا حواس له لا يستطيع أن يتذوق العمل الفني ولا حتى أن يدركه، يعني لا أن يسمع لا أن يرى لا أن يحس، وأيضا كائنات عاقلة بمعنى لدينا معايير. حسنا، الممتع إذن يسبب لنا ميل إلى الشيء، اشتهاء الشيء، الرغبة في تملك الشيء. الحسن يثير فينا شعور الاحترام، والجميل يثير فينا شعور التفضيل. حسنا، كانط انتبه أيضا على أن ثمة قد يكون هناك تداخل. الآن إذا ميزنا بين الجميل والممتع والحسن، ماذا يعني النافع؟ يعني هل يمكن أن يكون النافع جميلا؟ كانط لاحظ أن ثمة أو قد يحدث أن يوجد تداخل بين النافع والجميل. فمثلا هذا بناء فخم عمارته جميلة ولكن له وظيفة،
له وظيفة ينبغي أن يؤديها بحيث ينبغي أن يأوي إليه الناس وأن يكون فيه مكان حيث يجلسون إلى آخره. إذن له وظيفة. كانت سمى هذا الجمال الذي نجده في شيء له وظيفة أخرى بالإضافة إلى كونه جميل، سماه الجمال المقيد بوتي أديغونت. معنى ذلك يعني أن هناك أن ندرك هذا الشيء بواسطة مفهوم، لدينا مفهوم، لدينا تصور حول ذلك الشيء، حول غايته، حول ما ينبغي أن يكون عليه، حول وظيفته. هذا المفهوم الذي لدينا عن الشيء كأنه يقيد ذلك الجمال الذي في الشيء. في مقابل الجمال المقيد هناك الجمال الحر. الجمال الحر يقول كانت هو معطى لنا مباشرة في التمثل. بمعنى آخر، عندما تدرك السيمفونية أنت ليس لديك فكرة عن ما ينبغي أن تكون عليه السيمفونية، عن وظيفة السيمفونية، أنت تدركها مباشرة، تدرك فقط جمالها، فلهذا سماه بالجمال الحر. الآن يطرح السؤال أو اللي يطرحه كانت هو لماذا نتحدث عن جمال في الطبيعة؟ لما لا نتحدث عن جمال مثلا هذه ما نظر يمكن أن يقال عنها جميلة؟ هل يمكن أن تعتبر أعمال الفنية ما دام أن الفن هو عالم الجميل؟ حسنا، بالنسبة إلى كانت يقول هذه المناظر في الواقع ليست فنا. لماذا؟ لأنها معلولات لعلة خارجية، بينما العمل الفني هو عمل أوفر، يعني شيء منتج أنتجه كائن انطلاقا من تمثل سابق على وجود هذا العمل وهذا الموضوع. بمعنى آخر، أن اللوحة، الفرق بينه وبين المنظر الطبيعي، أن اللوحة أنتجت لغاية جمالية، أما المناظر الطبيعية فهي خاضعة لقوانين الطبيعة، تظهر تختفي تتغير بموجب القوانين الطبيعية. هذا الأمر يظهر أكثر إذا ما نظرنا مثلا إلى أعمال بعض الحيوانات أو الحشرات التي أكيد فيها جمال، فيها تناسق، فيها تناغم. كانت يقول مع ذلك لا يمكن أن تدخل في باب الفن. لماذا؟ لأنها نتاج للغريزة، وبالتالي هي آلية وتكرارية. أما العمل الفني فلا لابد أن يصدر عن حرية وإرادة وتفكير. إذن الآن بعد أن عرضنا المعارف نصل الآن إلى ملخص نقرأه معا، يلخص لنا التصور الكانطي لماهية الفن. حسنا، إذن سنقول سعى كانط إلى تمييز الفن عما عداه، خاصة عن العمل الحرفي، وكذا عن موجودات الطبيعة. وقد أجاب كانط عن سؤال ما الفن عبر الجواب عن سؤال ما الجميل، وذلك لأن الفن عند كانط هو عالم الجميل إنتاجا وتذوقا، يعني هو إنتاج للجميل وتذوق للجميل. يتحدد الجميل بالذات المدركة لا بالموضوع المدرك. لذا قال كانت الفن هو تصوير جميل لشيء وليس تصويرا لشيء جميل. فما الجميل؟ إنه عمل أو موضوع يثير فينا الشعور بالإعجاب والرضا الحر الخالص، أي المنزه عن كل غاية أو غرض، ولا يتضح الجميل إلا بالمقارنة مع الممتع والحسن. فالممتع يخاطب فينا الحواس فقط ويخلق لدينا ميلا وشهوة نحوه بغية امتلاكه، والحسن أي الخير يخاطب الجانب العاقل ويكون موضع تقدير واحترام بناء على قواعد ومبادئ عقلية تستحسنه أو تستقبحه. أما الجميل فيخاطبنا ككائنات عاقلة وحاسة أي لها حواس معا، وهو حكم تصدره ملكة الذوق لتعبر به عن تفضيلها للموضوع. يستطيع كانت الآن الماضي قدما في تمييز الفن عما عداه. الجميل أولا مختلف عن النافع، لأن طبعا هو مختلف عن الممتع وعن الحسن، لأن المتعة التي تثيرها لوحة أو سيمفونية أو رواية نتمثلها مباشرة لا ولا علاقة لها بأي منفعة ولا بما تمثله في الواقع، وهذا هو الجمال الحر. أما إذا صادفنا موضوعا جميلا ونافعا في الوقت نفسه فيطلق عليه كانت اسم الجمال المقيد، مثلا مبنى ذو معمار جميل. كذلك يمتاز العمل الفني عن العمل الحرفي، لأن الحرفة نشاط ارتزاقي وهي عمل شاق وإلزامي، أما العمل الفني فهو نشاط حر إبداعي وممتع أشبه ما يكون باللعب. الآن ننتقل دائما في إطار المعارف، لكن ننتقل إلى التصور الثاني، تداخل الفن والتقنية.
يبدو أن المشكلة التي يواجهها التصور الكانطي لتعريف ما الفن هو ما يسميه اليوم بالديزاين. الديزاين هو يجمع بين الجميل والنافع. مثلا ترون هنا أشياء أكيد نستعملها ولكن لا تخلو من جمال، إذا هي تجمع بين الفائدة الاستعمالية وبين جمال التصميم. هذا ما انتبه إليه فرانكاستيل، لأن فرانكاستيل الفرق بينه وبين كانت، فرانكاستيل عاش في القرن العشرين، كانت في القرن الثامن عشر، فقال بأن الفن هو شكل من أشكال التقنية يسعى إلى إعادة تنظيم الكون لجعله أكثر إنسانية. ماذا يعني هذا الكلام؟ طبعا علينا أولا أن نعرف السياق الذي قال فيه فرانكاستيل كلامه هذا. السياق أولا هو سياق الثورة التكنولوجية منذ المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر، ثم على الخصوص الهندسة المعمارية حيث امتزج خيال الفنان بالإمكانيات التقنية. فلدينا هنا ثورة تكنولوجية جعلت ما كان خياليا ممكنا، ونحن نعرف أن الفن أيضا هو ينطلق من الخيال. المسألة الثانية قلنا وهي الهندسة المعمارية. في هذه الهندسة المعمارية، الهندسة المعمارية هي فن من الفنون، يبدو أن هناك أثر للتقنية، هناك تداخل بين ما يقوم به الفنان هنا أو المصمم وبين الإمكانيات التقنية الحديثة التي صارت تحت تصرفه. إذا انطلاقا من هذا السياق يرى فرانكسل أن هناك تداخل بين الفن والتقنية. الأطروحة المركزية عند فرانكسين هو أن عالم الفن هو عالم الممكن وليس عالم المطلق، بمعنى أن الفن لا يخلق لنا عالما آخر مستحيل، بل هو يفتح عيوننا على عوالم ممكنة يمكن أن نحققها. بمعنى آخر أن الفن والتقنية كلاهما يكتشفان الكون ويعيدان تشكيله بطريقة أخرى، ومن ثم فهما ينتزعان الإنسان من القوانين الصارمة للمادة. مثلا عندما اخترعت الطائرة انتزعتنا إلى حد ما من قانون الجاذبية. نفس الشيء الأعمال الفنية هي تنتزعنا من هذا العالم المادي بضغوطه بقوانينه بإكراهاته. وبالتالي التقنية والفن كلاهما يحاول أن يجعل العالم أكثر إنسانية وأكثر حرية. النتيجة هي أن نفس السيارات الفكرية والتخيلية التي تنتج لنا الأعمال الفنية هي التي تنتج لنا أيضا الابتكارات التقنية. حسنا، يمكن أن نضيف إلى كلام فرانكسيل حججا من واقعنا لكي نبين التداخل بين الفن والتقنية. مثلا أخذ الصور أو الواقع الثلاثي الأبعاد، إنه فن لأنه فن سينمائي، ولكنه أيضا ممتزج أو ما كان ممكنا لولا التقنية أو ما يسمى بالتريدي. حسنا، لدينا كذلك الصوت الرقمي أو الميكساج أو الدي جي، حيث نرى أن هناك امتزاج بين الصوت والموسيقى وأيضا المؤثرات الرقمية. لدينا كذلك الصور الحاسوبية، هذه لم يرسمها رسام ولكن أدخلت معطيات إلى الحاسوب وهو أعطانا هذه الشخصية التي يمكن أن يتم تحريكها لكي تظهر في فيلم وتبتسم وتضحك وتقفز وتغمض عينها وتنام وتستيقظ. إذن هذا دليل على التداخل بين الفن والتقنية. نستنتج من تصور فرانكسيل على أن نفس تلك الطاقة التحرري التي يمنحها الفن لمن يتذوقه تمنحها التقنية لمن يستعملها. كلاهما له هذه طاقة التحرر، ومن هنا يرى فرانكسيل أن الفن والتقنية في الواقع هما يصدران من نفس المبدأ، إنهما متداخلان، بين الفن عنده هو نوع من التقنية، تقنية تغيير الواقع واستكشاف الممكنات. إذن نصل الآن إلى ملخص لتصور فرانكسيل. إذن هذا هو الملخص، هو مجرد تجميع في فقرة منسجمة لما سبق أن شرحنا. إذن نقول إن فرانكسيل واعي بالجهود المبذولة من أجل تمييز العمل، من أجل تمييز الفن والعمل الفني عما عداه، وبخاصة عن المنتوج التقني، وذلك باستدعاء مفهوم الجميل كما صنع كانط. ولكنه أي فرانكسيل بوصفه مؤرخ فنون عاش في القرن العشرين قد عاين الثورة التكنولوجية الجارية وكيف أنها محت الحدود بينها وبين الفن،
تجلى ذلك بشكل خاص في فن الهندسة المعمارية التي شهدت أساليب جديدة في بناء المباني أو الجسور أو غيرها. ما كان لهذه الأساليب الجديدة أن ترى النور لولا التطور التكنولوجي في آليات البناء وموادهم. وفضلا عن ذلك، فإن الكثير من الاختراعات الحديثة حققت ما كان يعتبر خيالا. إذن فالخيال ليس حكرا على الفن. لفهم العلاقة الجديدة بين الفن والتقنية ينطلق فرانك ستايل من مقدمة مفادها أن عالم الفن هو عالم الممكن لا عالم المطلق، بمعنى أن الفن لا يقترح علينا عالما آخر مستحيلا ومنفصل عن عالمنا، بل الرواية والسيمفونية والمسرحية واللوحة وغيرها هي استكشاف لأبعاد جديدة في الكون المعطى وسعي إلى إعادة تشكيله، مثلها مثل التقنية تماما التي نتمكن بواسطتها كل مرة من الولوج إلى إمكانيات جديدة كانت في حكم الخيال من قبل. وبهذا يكون هدف الفن والتقنية هو انتزاع الإنسان من القوانين الصارمة للمادة، أي للكون المادي، وجعل عالمنا أرحب وأكثر إنسانية وحرية. كل من الفن والتقنية أداة لتغيير الواقع، أو بالأحرى تغيير علاقتنا بالواقع، وعليه فهما متداخلان ويتبعان نفس الصيرورات الفكرية والتخيلية. وهذا ما نلمسه نحن اليوم مع الثورة الرقمية التي زادت من التداخل بين الإبداع الفني والتقنية. إذن بعد الملخص، الآن نكون قد وصلنا إلى الخطاطة. الخطاطة هي كما تلاحظون الآن هي تصور لكم بطريقة بصرية مختصرة تصورين اللذين رأيناهما. فمع كانت هناك تمايز العمل الفني عما عداه، لاحظوا هذا الخط الفاصل بين الفن من جهة، ومن جهة أخرى بين النافع والتقنية والحرف والطبيعة والممتع والحسن. أما الفن فهو مجال الجميل، وهو منزه عن المنفعة، وهو أيضا مجال الحرية. بالمقابل، في التصور الثاني رأينا كيف تتداخل التقنية مع الفن، وكيف أنهما جميعا يسبحان في فلك الخيال واستكشاف الممكن وتجاوز الواقع، وهذا ما رأيناه جليا كما قلنا في العالم الرقمي. نصل الآن إلى المحطة الأخيرة في هذه الحصة، ألا وهي التقويم. إذن إليكم بضعة أسئلة لكي تختبروا حسن فهمكم لكل ما سبق. السؤال الأول هو تذكير بما بدأنا به. بناء على كل ما سبق، ما هي الحجة التي يحتمل أن يكون النحات برانكوزي قد قدمها للقاضي لإقناعه بأن ذلك الشيء الذي رأيناه في البداية هو عمل فني؟ في ماذا يختلف العمل الفني عما تنتجه الطبيعة حسب كانت؟ ما الفرق بين الجميل والممتع؟ وما معنى جمال مقيد؟ اذكر بعض الفنون المسمات فنونا جميلة، لماذا أضيف نعت جميلة؟ ما هو دور الفن في حياة الإنسان حسب كل من كانت وفرانك ستايل؟ ما دور الخيال في كل من الفن والتقنية؟ هل يمكن للحاسوب يوما ما أن ينتج أعمالا فنية؟ هل ثمة نقاط تقاطع بين كانت وفرانك ستايل؟ إذن إلى هنا عزيزتي المتعلمات، أعزائي المتعلمين، تنتهي هذه الحصة. على أمل اللقاء بكم في حصة تعليمية مقبلة.